بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الآن إن شاء الله تعالى سنحاول اكتشاف بعض أسرار وبركات أتت مع 15 آية الأولى من سورة الدخان لا فيمي دو سموك. السورة دي سورة لا سيلة بليلة القدر. ليلة القدر هي لا نوي دو ديستا. ربي قرر بلا ديكريتي أن ربي يضبط سنة كاملة القادمة. ماذا سيحدث؟ صغير وكبير من الأمور، شر أو خير، فقر أو غنى، وهو صواب أو خطأ، وهو لمجر هذا شكون يفهمه؟ إلى المسلمين الآخرين كي البقري هذا إذا كان فقنا بهم في الوصف خاطر مصر خبيثة يفقون شيء ما يروا من الزمان إلا بما متعدوا كالطرق العد سواء كان الحسابي والعد الميكانيكي ولا التكنولوجي هذا كهو. أما بشياره السنة كيف يقرر الله كل ليلة قدر وليلة نوي بيني بلسد نايت يعني ما يفهموهاش منين عندهم الفهم؟ هو مع الرحمن باش يحصل فهم، هما مع الشيطان عماهم اسمهم. يا ولدي راهو رد بالكم، راهو تحسبونكم على خير عظيم وعلى علم عظيم و وانتم لا خير فيكم الا ان تدعوا لله وتسبحوه بكرة واصيلا وتوحدوه وتخافوه وتطيعوه وتحبوه وتعملوا الخير في سبيلي باسمي تأتون بالخيرات باسمي تأتون بالنصائح المفيدات و والسلام علينا أهل الإسلام بالتمام والكمال بفضل الرحمن.